السلام عليكم غالي، ما غادي نقدم لكم فقاس ديال الفقاس كيجي ناجح 100%. غادي نحتاجو كاس ديال العنبه، انا برتهم في السليفه تاع الصغار، كاس ديال العنبه، كاس ديال السكر سنيده، غادي نحتاجو معلقه كبيره ديال الكونفيتير ديال المشمش، نحتاجو كاس ديال العنبه ديال الحليب، ثلاثه البيضات يكونوا كبار، عندنا ربع كاس ديال العنبه ديال ماء الزهر، عندنا معلقه كبيره ديال النافع، عندنا نص كاس ديال العنبه ديال الشتجلان، عندنا هنا تقريبا شي 60 غرام ديال الزبيب، وطبعا تحط دقيق حسب الخليط، وعندنا خميره وحده، وغنحتاجو شويه ديال الملح، قبيصه ديال الملح طبعا. دابا غندوزو لطريقه التحضير ديال الفقاس. دابا غادي نبداو ان شاء الله في تحضير ديال الفقاس. غادي نحتاجو قبيصه ديال الملح، غنضيف معها السكر، من بعد غنضيف ثلاثه البيضات، نضيف معاهم معلقة ديال الكونفيتير ديال المشمش، غنعبر هنايا كاس ديال الحليب، تقريبا هذا هو الكاس ديال العنبه، دابا غادي نبدا ان شاء الله في التخليط ديال هادشي كلو، غنحلي كاع المكونات كلهم نخليهم فدايا، غادي نوجدهم، بسم الله، نخدمو السكر و البيض و الكونفيتير ديال مدير المشمش. مبقاش الحبيبات ديال السكر، حنا ملي غادي نضيفو الحليب راه مغاديش يبقى، غنضيفو الزيت، هنا كاس ديال العنبة، ربع كاس ديال الماء الزهر، نضيفو كاس ديال الحليب، ما يكونش بارد، يكون درجة الحرارة ديال الغرفة بطبيعة الحال. نضيفو الزنجبان، درنا نص كاس ديال العنبة ديال الزنجبان، باقي تحرر الخضرة، غادي نضيفو معلقة ديال النافع، وحبة حلاوة، كل وحدة باش تيكون فيها، نضيف الطحين،
في طبق الصلصه والطحين. الطحين بطبيعة الحال تيكون على حساب الخليط، ضروري نضيفو مع الدقيق، نحركو كلشي، نجمعو الخليط مزيان، ونعاودو نتلاقاو إن شاء الله. من بعد ما جمعتها مزيان، العجينة ديالنا كتجي بحال هكا، العجينة ديال الحلوى. غناخدو شوية ديال الزيت باش غادي نخدمو السطح ديال الخدمة، والعجينة هي شوية مش بزاف، نقسمو العجين ديالنا على أربعة تقريبا على حسب الطول ديال الطاوة ديالكم، أنا ما عنديش كبيرة بزاف، نجمعها بحال هكا، وغادي نبقى نحبها هكا، على هاد الشكل هدا. أنا غادي ندير الطاوة ديالي شوية ديال الزيت، نجيبو الطاوة نحطها فيها هكا، نخليو لي سباس بيناتهم، هي راه مزال كتزيد كينفخو بحال هكا، نقدرو باش يجي مزيان، نكمل هكا حتى نكمل العجينة اللي عندي، نديرها في الطاوة ونرجعو نوريكم شنو غنديرو فيها. عندي هنا صفر ديال البيضة وشوية ديال القهوة سريعة الذوبان وشوية ديال الماء الزهر، هو باش غادي ندهنو لي بودان ديالنا. نخرجو ليها هكا ثلاثة، غادي يجيوني شوية كبارين كيما شي مشكل، ندهنو مزيان حيتو مزال غادي تنفخ، ندهنو الجنب من كلشي،
الفرن ديالي غادي نديرو على 200 درجة، غنشعل ليه الفوق والتحت، ولا اللي عندو يشعل غير التحت، من بعد ملي يبدا يبان ليكم بدا كيطيب نشعلو الفوق تا هو باش يتحمر على 200 درجة. ما خصوش يطيب بزاف، تمرية شوية حتى هو باقي غادي يتحمر، ولكن خصو يطيب ما يجيناش معجن من الداخل. غادي نجيب واحد فرشيطة، غادي ندير هكا باش نزوقو بيه الفقاس ديالنا، كتعطيه شكل زوين وشناف وكلشي. دابا غادي ندخل الفران درجة 200، درجة حرارة 200، غادي ندخل نشعل عليه غير لتحت، يتحمر شوية من الفوق ماشي بزاف، من بعد غادي نرجع تاني. دابا رجعنا من بعد ما خلينا ساعتين تقريبا، شوف هو دابا ولا طب، غادي يساعدنا ان شاء الله في القطع. نجيب شي حاجه باش نحيدو، نتوما كتطيبو منه ان شاء الله غادي نبداو نقطعو فيه. انا غادي نقطعو هكا بشكل طولي ما رقيق بزاف ما غليظ، ما كيتيجينا طايب من الداخل. واخا كيتفلح ليكم وكي واخا نستمر هكا في القطع ديالو، نتوما كيجينا ساهل تلقاوش فيه المشكل، ما كيتهرسش فينا ماشي بحال قطعته خليتو تيبس او مسكتوش بالسيف، هكا ما كيتهرسش فينا. غنكمل هادوك التقطاع كاملين وغنستفهم وغادي نرجع معاكم ان شاء الله. القص ديالنا من بعد ما قطعناه على هاد الشكل هكا مرقيق، وغادي نوريكم وحده كيجي طايب من الداخل. صافي،
سمينا في الطاوله، دابا غنمشي ندخلو على درجه الحراره 200. حط الطياب ديال القريش تاع تخسيط مزيان الداخل ويجي محمر صافي. انا من بعد ما غادي نطيب ان شاء الله غنمشي ندخل الطاوله الاولى، هذه الطاوله الثانيه باقي لي ندير الطاوله الثالثه، من بعد ما نكملهم ان شاء الله غادي نرجع نوريكم كيفاش كيجيو. وهذا هو الشكل ديال الفقص ديالنا من بعد ما خرجناه، كتشوفوا معايا تحمر مزيان. نتمنى ان شاء الله يعجبكم، واذا عجبكم ديروا لي لايك واشتركوا في القناه ديالي.